رابور كيعتبر راسهم من الجينيراسيون القديمة اللي كانت تعمل موسلين، طون بيك، فناير، اش كاين، والإيكي إي تاعو متنوع، واش نعيطو لي عزي، متنبي أو ميستر كازافونيا. حتى الدور تاعنا في هاد الحلقة نعاودو لكم البدايات تاعو في الراب، وانتوما حكمو واش هو من الجينيراسيون القديمة أو الجديدة. باش تدعمنا دير معاك لايك للفيديو، بارطاجي الفيديو مع صحابك، ومرحبا بكم في قصة تيزي دروس. ناجري مول البالون، لا ماشي غا بارول، مقاس في جنة دور، مرازة في جلقابو، ماتوا بسلاحهم بغاو يتكلموا ما ننساو شكون هما المشاحن، باقي underground ما حد ما قالش على البنو، عاش تقول فاك فينا راب جيم طلع شحال من بوال حتى جينا حنا نعاود حنا ديما حنا اوبن يو اس عزي قصح من كم يو واقف تشوفني دايز غوت. عمر السويدي غيد زاد 13 يوليو 1983 بدار البيضاء وبالضبط ببين المدوم من الاب عبد الحفيظ السويدي والام عائشه اللي هي عائله محافظه بزاف كتحاول تربي ولدها على ثقافه حفظ القران الكريم واتباع طريق الله. بين المدوم هي البلاصه اللي جات بين عين الشوق ودرب السلطان، وهي البلاصه اللي كبر فيها عمر ولعب الازرق قاتيا. عمر نهار غادير 6 سنين غيجر الربا ويدخل اقرب مدرسه ممكنه، والهدف تاعه هو عمر يتعلم ويكون راجل مزيان في المستقبل. مع دخول عمر للمدرسه الابتدائيه في الصف الاول والثاني بدا كيتعلم كيفاش يقرا ويكتب، والاب تاعو بان ليه هادشي ما كافيش باش يكون عمر كيف ما بغاو. في سن 8 سنوات عمر غيلتحق قراءه القران الكريم في المسجد اللي كيتواجد في الدرب تاعو، وكان الهدف الاب هو عمر يعرف طريق الله وهو مازال صغير. هي حاجه زوينه الصراحه، عمر غادي يحفظ القران وكان حفظ كذلك حتى قواعد الجوي. هادشي هو اللي غادي يخلي نهار غادي يكبر غير شويه بدا كيصلي بالناس في المسجد وبالضبط في حي الرميله. في 2003 بالضبط كان عمر كيمشي عند واحد عمته اللي كانت ساكنه غير قريبه ليهم في الدرب، وهاد عمته كان عندها بنت كبر منه كانت كتقرا في الليس وكانت كتهتم بالموسيقى الغربيه، والموسيقى الغربيه انذاك هي موسيقى الراب او ثقافه الهيب هوب. وعمر كان كيعجبو داكشي وكان كيبقى يقرا في المجلات وكيسمع الموسيقى بدار عمته لان في الدار تاعهم اذا كان بغى يسمع الموسيقى والسي عبد الحفيظ كاين في الدار راه هي حاجه من سابع المستحيلات. عمر عجبو داك العيد تاع الموسيقى وكيفاش كان كيعبروا الروابط في الفيديو كليب تاعهم. عمر بدا كيتاثر بزاف الثقافه الامريكيه لانه اكتشف الراب بالبصري وماشي السمعي، وبديك الثقافه اللي بدات كتدخل لحياته اصبح عمر كيمشي بزاف للقرايه القريبه ليه باش يدبر على حوايج كبار منه ويلبس بحال الروابط تاع امريكا. وبقى على هذا الحال حتى 2006 وهو كيلبس بحال هذا الستيل ولا معروف بالستيل تاعو في الدرب. حتى لواحد النهار كان مريح في دار وجاو عنده جوج تاع الدراري قعدوا ليه من داره، وفاش هبط عندهم قالوا ليه واش انت كترابي؟ عمر بقى في سطوم ما فهم والو، وبدا كيشرحوا ليه بانهم هما جوج تاع الدراري كيرابيو وبغاو يشاركوا في واحد ليفينمون والشرط تاعهم هو يكونوا ثلاثه ولكن هما غير جوج. وقالوا ليه احنا شفناك انت كتلبس بحال الرواب بانه واقيلا كترابي وبغيك تدخل معنا. عمر قال فرصه مناسبه ما خاصش نضيع. عمر قال لهم اه صافي. قالوا ليه عندك منح حتى نهار السبت، كتب شي حاجه كيف ما كانت على حياتك او على دربكم، المهم باش طلع بها لاصين. عمر طلع للدار ديك الساعه باش يعصر دماغه ويحط احسن سطور عنده. وصل نهار السبت وكان عمر مدهشر كاول مره يطلع فيها الخشب، ولكن طلع وفرد راسه بقوه قام عاشر مع هذوك الدراري ولاو جروب كيرابيو مجموعي، وكانوا ديما كيتلاقاو في واحد الجرده وكيبداو ريبيتي. حتى واحد النهار قال لهم واحد الصاد كيعرف واحد الدري عنده استوديو وخاصنا نمشيو ونسجلو عنده. عمر مشى بدا كيسجل مع الدراري في الاستوديو وتما فين غادي يتعرف على خالد الدواش، وهذا الصاد ولا عنده فتر كبير الشهره تاع عمر. باش يبدا عمر الراب بروفيسيونيل كان اختار لي اي كي اي تاعو دروس اللي كتعني دريم اوف ستريت اللي هي فن الازقه، وحتى من بعد وزد عليها تيزي دروس خالد الدواش. ولكن عرف طون بيك تيزي دروس. واحد النهار كان مريح طون بيك وجاب ليه خالد الدواش فري ستايل تاع تيزي دروس وقال ليه شوف هذا الصاد عنده ما يقول، ومن تما بدات العلاقه تاع ديزي دروس والبيك. وفي 17 ديسمبر 2011 كان صعود ديزي دروس مع بعض الروابط الى المايستا، وهذا البلان اللي كان منظم البيك. ولكن إذا رجعنا غير شهر قبل 12 نوفمبر 2011 كان هذا هو تاريخ تاع الشهرة فاش غيتشهر تيزي دروس وفاش غادي يحط ليه خالد الدواش الكليب تاعو فلاشين تاع خالد الدواش، وهذا الكليب كان هو السبب تاع الشهرة اللي كان صوروا ليه خالد الدواش وقاد لي أي حاجة في فيديو كليب، وهذا التراك هو كازافونيا. خيا كاتو بلينك بلينك عزي خارج وين كلين خبر بزاف دابا خرج يحط كمارج وبين توين شمشني ضاربة كتسخر في البارت. ومن بعد هذا الكليب بدا تيزي دروس كيتشيخ في راسه، وفي 8 فبراير 2012 غادي يحط ليه اول تراك في لاشين يوتيوب تاعو اللي هو مسحه فيه.
شافوني الزرة وقبل ما نبدا نهدر كيضربوني كيف القهر عارفين علاش كنقدر ما كيفرقوش ما بين السكر وبين الشمندر. وهاد التراك كنلقى شهرة كبيرة عند البيب اللي كتاع الراب في ديك الوقيته، ولكن واحد الحاجة نسيت ما قلتها لكم، راه تيزي دروس مدخل الراب وتعمق فيه وعطاه وقته راه حتى قضى غرضه في القراية. راه خدا الباك في 2007 ومن بعدها دار ديبلوم في مانتونوس اندستريال، وكان خدم مع بعض الشركات في المغرب بحال كوكاكولا كوزيما، وكان خدم حتى في السنتر دابيل. وديك الحصيصة اللي كان جمع في هاد الخدامي كان كيصرف على الراب. وفي 6 نوفمبر 2012 ديزي دروس غادي يحط تراك تاع الزنقة كاشادة، كان تراك بتقصار تاع اولد سكول ونست الريتم تاع التقصار تاع ديزي دروس اللي كيعرفوا به تاع ديما. كيعيش فيها السبع كيطلع معاك السبع والشعب نتاعك وشي كيعفط عليك غا باش يطلع الموت كتسارى بين التروبا. ومن بعدها طلع البونفار اللي هو كيتعتبر عيد تاع الموسيقى الراب، وكان تعرف على الموبي ديك وقال لي ناشي حتى شي حاجه سول فيه. دارت ليان في 2013 ديزي دروس بغى يخرج الالبوم تاعو، عزيزي عنده ستيلو كان بغى يخرجو كاسيت، ولكن هو عنده مشكله وخاصو نيميو تاع البي ام دي اللي هو بيرو ماروكان دروا ارتستيك، هو المكتب المغربي لحقوق المؤلف، ولكن هو ما عندوش هاد النمير. وهاد النمره راه كتعطى غير الشركه تاع الانتاج والمؤسسه تاع الموسيقى. موبي ديك كتعدو شركه تاع الانتاج، وكان صانع الموبي ديك وكطلب منه النمير تاع بي ام دي وعطاه ليه. في ديك الساعه كيخرج الالبوم كاسيت، البوم كان فيه 21 تراك بحال تراك تحد ما عارف. تحد ما عارف كي درنا حتى وصلنا هنا بلي وسخاتنا والزنقه وراتنا السخط المقاتله والشحط بحال عمر سميتي. عمر سميتي ما عندك ما دير بكنيتي، بغيتيني جيل بن لمدون وكلشي ديارك اللي بغى يجول. وبحال بوزبال تعليق راكي جلس خيجو سيبه على النادي فرس هاللي نادي دير ما بغى بحال الاحمر. وبحال كتعرف تعوم كرهتي اللعب ما كرهتي اللعبه يلا هاك بسحه فيها تاني نوتش قاعده. وغادي نختم الالبوم تراك تاع اولترا اللي ضارب لحد الان في يوتيوب اكثر من 7 مليون تاع الفيوز. عاوتاني بلا شفوك السطاح نضحك على الحساده واش كيقولوا نصف لي فان ديالي تاع الدابه اللي باقيين كيسولوا. كيف ما كتعرفوا مجموعي ان كومي وديزي دروس اشرا عن شعب الصح، وكانوا خدموا واحد البروجي بجوج بقى نجاح كبير في الراب المغربي اللي هو باش تزيد تعرف كومي وديزي دروس بالخصوص. اللي فوق شويه من فوق شويه من فوق شويه وغطي كاملي من فوق شويه. هالتراك لحد الان ضاعوا اكثر من 48 مليون تاع الفيوز. قبل ما تدخل سنه 2016 ديزي دروس غادي يحط تراك تاع ساليتي ولا باقي. هالتراك تخدم فيديو كليب في لندن بزيرو درهم ونجح التراك، ولحد الان ضرب 21 مليون تاع الفيوز. ومن بعدها غايجي التراك تاع باريس، ومن بعدها غايجي التراك تاع الكره حنا مواليها اللي كان توجه اخر في كارير تاع ديزي دروس بستيل اخر تاع التقصير. وهالتراك لقى اخبار كبيره عند المغاربه وتبارطاجا بزاف، ودابا ضارب في يوتيوب 26 مليون تاع الفيوز. كيف ما قلنا من قبل بان كومي وديزي دروس هما عشران شعب الصح، راه غادي يخدموا بروجي اخر وغادي ينجح كيف ما كان نجح التراك تاع فوق الشوال. وهالتراك هو رد البال. هالتراك ضرب لحد الان 39 مليون تاع الفيوز. قبل ما تدخل سنه 2018 غادي يحطون بيك تراك عباره عن كلاش الجينيراسيون جديد، وكنستهدف فيه بالاساس ديزي دروس، وكنتحرك الراب المغربي في ذاك الوقيته بواحد الصوره خياليه. فاش نهضوا كاع الروابط بداو كيجاوبوا في التون بيك. في 6 يناير 2019 كيرد ديزي دروس على الكلاش تراك تاع متنبي، كان كلاش في المستوى وبين فيه دروس على المستوى تاعو، وكان اعتراف حتى من التون بيك. ومن بعد ديزي دروس خدم بزاف تاع البروجيات بحال اير ماكس ونوطة اللي كان كولوبوراسيون مع ميرين دينا. كيف ما شفتوا وسمعتوا ان عمر السويري شق طريقه في الراب بصعوبه والكثير من القتاليه، ودابا شنو كيبان لكم؟ واش هو من الجينيراسيون القديمه او الجديده؟ بغيت الجواب تاعكم في لي كومونتير. وباش تدعموا هذا الفيديو بارطاجوا الفيديو مع صحابكم، ونتلاقاو الفيديو الجاي ان شاء الله. وقول لي في الكومونتير شكون الرابور اللي بغيتو الفيديو الجاي.